أن على أهل الإسلام مسؤولية كبرى في تحقيق السلام بالدعوة إلى الله، الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الخير وإلى الفضيلة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كل بعثته وأساس دعوته الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.